جورج وسوف لن يتعافى من الشلل النصفي، العلاج الفيزيائي قلل من آثاره، عودته لحياته الطبيعية تحتاج إلى معجزة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل وضعه الصحي. تحدثت مواقع طبية مؤخراً عن الوضع الصحي للفنان جورج وسوف بعد إصابته بجلطة دماغية، وأكدت المصادر أن الشلل المؤقت أصبح علامة مميزة في وجهه، لكن العلاجات الفيزيائية والطبية قللت من آثاره ليصبح الوجه أكثر مرونة من المرحلة الأولى. أما المعلومات المتداولة على منصات السوشيال ميديا عن شفاء جورج وسوف بشكل نهائي فهي معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، وسيحتاج لمعجزة حتى تتحقق. جورج وسوف تصدر ترند مؤشرات البحث الفترة الماضية، وذلك بعد ظهوره في مقطع مصور نشره عبر السوشيال ميديا وهو يغني للقاح كورونا، وكان وقتها يتلقى جرعة إضافية من اللقاح. اعتبر وسوف المقطع الذي نشره أفضل طريقة ليشجع الآخرين على تلقي اللقاح من أجل الوقاية من الإصابة بكورونا. واجه جورج وسوف شائعة رحيله في نهاية 2021، وأعلنت وقتها مديرة أعماله أن أبو وديع بخير وحالته الصحية جيدة ومستقرة. وكشف وقتها جورج وسوف عن غضبه من هذه الشائعات. تزوج جورج وسوف للمرة الأولى من شاليمار التي تعرف عليها في إحدى حفلاته، وكان عمره وقتها 21 عاماً فقط، وتم الزواج مدنياً في باريس بسبب رفض أهلها. وخلال فترة زواجه منها أنجب وديع وحاتم وجورج جونيور. تزوج وسوف للمرة الثانية من بطلة الراليات ندى زيدان، وكان لقاؤهما الأول في إحدى المستشفيات بسبب عملها كرئيسة قسم شؤون اللاعبين، وأنجب منها ابنته الوحيدة التي أطلق عليها اسم عيون. قدم وسوف خلال مشواره الفني الكثير من الأغاني المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، واستطاع أن يحصل على لقب سلطان العرب.